بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أهلا وسهلا بكن جميعا أيتها الطالبات الصالحات والأخوات الفضليات في هذا اللقاء الجديد، وأسعد الله صباحكن وسائر أيامكن بكل خير وبركة. في هذا اللقاء بإذن الله تعالى سوف ندرس درسا جديدا من دروس كتاب العربية بين يديك، وهذا الدرس بعنوان النفط كما هو واضح أمامكن على الشاشة. وكما جرت العادة بيننا أنني أقرأ الموضوع أولا ثم بعد ذلك أستمع إلى قراءة كل طالبة منكن، ونتعرف أثناء القراءة على معاني المفردات الجديدة التي سوف ترد علينا بإذن الله تعالى. طيب، من أهم الثروات الطبيعية في العالم، كلمة الثروات جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم ينتهي دائما بماذا؟ ألف وتاء. أحسنتي، بألف وتاء. الثروات، الطالبات، المؤمنات، الخاشعات، إذن جمع المؤنث السالم الذي يميزه انتهاؤه دائما بألف وتاء. طيب، ما مفرد الثروات؟ كلمة الثروة. الثروة، والثروة بمعنى resource، هذا الضمير المتصل الهاء يرجع إلى ماذا هذا الضمير؟ This pronoun refers to what؟ النفط. أحسنتي، ممتازة، يعود إلى النفط، يعني يعد بعض الناس النفط. إذا سكت هنا يعده بعض الناس ثم سكت بعض كلمة الناس، المعنى ناقص غير مكتمل. The people consider it as what؟ المعنى غير مكتمل، نحتاج إلى مفعول ثاني. We need another object to complete the meaning. يعده بعض الناس الذهب الأسود، إذن كلمة الذهب مفعول به ثان. The second object in the sentence. والأسود صفة لكلمة الذهب، واضح؟ إذن يعد فعل يتعدى إلى مفعولين. الفعل المفعول الأول هو الضمير المتصل بالفعل، والمفعول الثاني كلمة الذهب. طيب، ونكتفي بهذا القدر، تبقى من الزمن 8 دقائق، سوف نستغلها كالعادة في مشاهدة فيلم كرتوني من أجل إثراء حصيلة المفردات لدينا باللغة العربية. طيب، ما هو الفيلم الذي كنا نشاهده؟ طيب، سوف نكتفي بهذا القدر أيتها الطالبات الصالحات، ونكمل مشاهدة هذا الفيلم الرائع في الأسبوع المقبل إذا أمد الله في أعمارنا. وتوقفنا عند 1:33. 1:33. Write it and keep it. شكرا لكم جميعا، ونختم هذا المجلس بكفارته ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. عفواً، بارك الله فيكم جميعاً.